الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سنكمل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى بقية قصة نبي الله هود عليه الصلاة والسلام. وكنا توقفنا في اللقاء السابق أن الله عز وجل أنذر قوم هود بالعذاب الشديد الأليم لأنهم عاندوا وتجبروا وكفروا بنبي الله هود عليه الصلاة والسلام، وكفروا بالله عز وجل وبدعوة نبيهم هود عليه الصلاة والسلام. فبعثوا وفدا يستسقون الماء من مكة المكرمة بعد أن جف عليهم الجهد والبلاء وجف عليهم الماء إلى مكة يستسقون. فأنشأ الله سحابا سوداء وسقيا إلى عاد، فخرجت عليها من واد فيه رأوها استبشروا أنه سحاب ممطر وسقوا رحمة، فإذا هو سحاب عظيم ونقمة من الله تبارك وتعالى عليهم، وهذا هو بداية هلاكهم. قال الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. سورة الأحقاف. أي أن الله عز وجل أرسل عليهم ريحا شديدة عتية حملت رحالهم ودوابهم التي في الصحراء وقذفت بها إلى مكان بعيد، فدخل قلوبهم الفزع وهرعوا مسرعين إلى بيوتهم يظنون أنهم ينجيهم، ولكن هيهات هيهات، يعني راحوا لبيوتهم وجريوا واستخبوا فيها تفكيرهم كده أن العذاب الأليم مش هيطولهم، ولكن هيهات هيهات إذ حملتهم هذه الرحال الشديدة وأهلكتهم. وكان بعد ذلك أن العرب إذا بعثوا وفدا لهم لا تكن كوفود عاد. روى الإمام أحمد في مسنده أن الحارث بن حسان البكري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوفد عاد. الحديث. قال تعالى في سورة الحقة: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. سورة الحقة. لقد أرسل الله على قوم هود ريحا باردا شديدة الهبوب سخرها الله على القوم الكافرين سبع ليال وثمانية أيام متتابعات حتى أهلكتهم وصاروا صرعى، وقد شبههم الله عز وجل بأعجاز النخل التي لا رؤوس لها. أولا لأن الرجل فيهم كان 60 ذراع طول سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام، فشبههم الله عز وجل بأعجاز النخل التي لا رأس لها، لأن الرياح كانت بتشيل الرجل ثم بعد ذلك تقوم خبطه في الأرض أو هبداه في الأرض، فبعد ذلك رأسه تنفصل عن جسده. فالله عز وجل شبههم بأعجاز النخل الخاوية، يعني جسد ملهوش رأس، الرأس تنفصل تماما، بأعجاز نخل خاوية التي لا رؤوس لها، وذلك لأن هذه الرياح كانت تجيء إلى الرجل فتحمله فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ رأسه فيبقى جثة هامدة بلا رأس. قال الله تبارك وتعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. سورة الزاريات. أي التي لا تنتج خيرا أبدا. وقال تعالى: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. سورة الزاريات. أي كالشيء البالي الفاني لا ينتفع به بالمرة. وقال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر
تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. سورة القمر. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهلكت عاد بالدبر بريح، أهلكت عاد بالدبر، أهلكت عاد بالدبر أي بالريح الشديدة التي فيها عذاب أليم. إرم، مدينة إرم يقال أنها كانت من ذهب وفضة وهي تنتقل في البلاد. طبعا الكلام ده لا يجوز، الكلام ده ما فيش دليل عليه إن مدينة إرم التي لم يخلق مثلها في البلاد مدينة عاد وثمود كانت من ذهب وفضة، وأخطأ من قال ذلك، ما فيش دليل على الكلام ده. قوله: وتتخذون مصانع، أي هي القصور، وقيل بروج الحمام، وقيل مأخوذة الماء، لعلكم تخلدون، أي رجاء منكم أن تعمروا في هذه الدار وأعمار طويلة. قال الله عز وجل: وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال له مما قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونظر ما كان يعبد آباؤنا، فآتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أي جئتنا لنعبد الله وحده ونخالف آباءنا وأسلافنا وما كانوا عليه وإن كنت صادقا فيما جئت به، فأتنا بما تعدنا من العذاب والنكال، فإنا لا نؤمن بك ولا نتبعك ولا نصدقك. في رجل يسمى مهد، هذا الرجل رأى العذاب مهد، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. مهد، من مهد ده؟ يقال إن مهد رجل رأوا العذاب، دي يعني شاف العذاب وتعذب، وبعد ما تعذب ومات بعثه الله عز وجل يخبره. فلما تبينت ما فيها صاحت ثم صعقت، فلما أفاق قالوا: ما رأيت يا مهد؟ قالوا: رأيت ريحا فيها شبه النار أمامها رجال يقودونها، فسخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، الحسوم الدائمة، فلم تدع من عاد أحد إلا هلكا. أما نبي الله هود عليه الصلاة والسلام هو والمؤمنين، ولقد نجى الله هود عليه السلام ومن معه من المؤمنين. قال تعالى: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. سورة الأعراف. وقال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. سورة هود. وقد حج بعد ذلك سيدنا هود عليه السلام كما روى ذلك أبو اليعلى في مسنده. أما موضع قبره ففيه خلاف، قيل حضر موت في بلاد اليمن، وقيل بالحجر من مكة، وذكر آخرون أنه بدمشق وبجامعها مكان في حائطه القبلي. يزعم بعض الناس أنه قبر هود عليه السلام، والله تعالى أعلم. وهكذا أحبتي في الله رأينا أن الله عز وجل أهلك قوم عاد ولم يبق منهم أحد كما أخبر الله عز وجل، فقال: فهل ترى لهم من باقية؟ يعني دي دليل إن حتى وبعدين هم كانوا عايشين في الأحقاف، فما فيش دليل إن المساكن اللي جايبينها على النت والكلام ده على اليوتيوب إن دي مساكن قوم عاد. إيه الدليل على الكلام ده؟ ده ربنا قال يعني ليس لهم باقية، ما عادش لهم باقية على الإطلاق. طب ازاي تكون مساكنهم؟ يعني ما
القرآن الكريم أخبر إن خلاص هم ما لهمش مساكن وما لهمش أي بقية. وقد انتهينا بإذن الله عز وجل بقصة قوم عاد، وسنكمل بإذن الله عز وجل وسنبدأ قصة قوم نبي الله صالح مع قوم ثمود بإذن الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.